السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم الطريقة الصحيحة لنقل شتلة فلفل إلى الصيف، وإن شاء الله حنتكلم عن الأخطاء اللي لازم تتجنبوها حتى تنجح معاكم عملية نقل النبات. فطبعا قبل بداية حلقتنا أتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك لو عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظ أمامكم هذه شتلة فلفل حار مزروعة بجنب خطوط الطماطم، إن شاء الله حيتم نقلها في الصيص هذا. لو لاحظنا منكم الصيص في تربة طينية وسماد عضوي. طبعا أول حاجة وأول خطوة لازم نعملها قبل نقل يعني شتلة الفلفل، حناخذ عود أو داعم ويتم وضعه في التربة بهذا الشكل. لو لاحظنا منكم أول حاجة، وثاني حاجة حناخذ إيدنا ونعمل حفرة بهذا الشكل تكون متقاربة ما بين العود اللي حطينيه طبعا بهذا الشكل. والخطوة الثالثة حيتم نقل شتلة الفلفل. لو لاحظنا لازم طبعا الشتلة تكون سليمة، أوراقها ممتازة حتى تنمو لما يتم نقلها في الصيص. طبعا اول خطأ يقع فيه المزارع او اي شخص لما يجي ينقل النبات يمسك النبات من اعلى، لانه احيانا لو مسكناه من اعلى ممكن يعني تنقطع الساق ويعني نخسر شتلة الفلفل او اي شتلة. اول حاجة لازم لما ننقل الشتلة يا اما نمسكها من اسفل الساق يعني اسفل الساق، او نعمل يعني حفرة وتم بهذا الشكل اخراجها هي والتربة. طبعا بالنسبة للطريقة الصحيحة والمضمونة حناخذ الفأس لو لاحظنا بهذا الشكل ويتم إخراج شتلة الفلفل لو لاحظنا بهذا الشكل. طبعا ما نمسكش الجذور لأنه أحيانا ممكن يعني تعفن، ما نمسكش الجذور عفوا ويتم زراعتها مباشرة، لازم ما تعرضش للهواء يعني جدا لأنها ممكن تذبل. لاحظنا بهذا الشكل نغطيها بسرعة. طبعا بالنسبة للدعم هذا حيساعد النبات على الوقوف وبعدها حيتم إن شاء الله إزالته. طبعا بعد النقل مباشرة حيتم الري. وحيتم ري النبات، طبعا حيتم الري بالغمر، حنقول بسم الله ونبدأ بالري. وان شاء الله حنتابع معاكم النبات لو ذبل او حصل له اي حاجة، ان شاء الله حنتابع معاكم اي حاجة بالتفصيل. وإن شاء الله حننتظم في الري كل 3 أيام، إن شاء الله حنروي ري مثل هذه بالغمر حتى النبات يبدأ في النمو، وبعدها حنقص أو حنزيد يعني الري كل 5 أيام بنروي مرة واحدة. وإن شاء الله حنتابع معكم النبات، وإن شاء الله إحنا حنزرع في الصيف يعني شتلات فلفل وحنتابعها كذلك من البداية لغاية الحصاد. أتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة هذه، لو في سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.